حتى انا بدوري كنضم صوتي الاصوات الفنانين والمثقفين المغاربه والمكناسيين بالخصوص. ما تقاش مدينتي مكناس الحاضره الاسماعيليه واللي كانت كتضم واحد الفضاءات سينمائيه جميله جدا، وانا شخصيا يعني عايش ديك الفضاءات كامله، يعني بما فيها سينما ابولو، اطلس، مونديال، سينما امبير، ابي سي، كاميرا، ريجون، ريف. يعني مدينه كانت فيها واحد 8 القاعات سينمائيه او 9، يعني يحز في النفس انه ما بقات تقع ابار سينما كاميرا على ما اعتقد. الريف ولا مركب ثقافي مزيان، مي خصوصا الروامزين اللي فيه 3 ديال السينمات ابولو، اطلس، مونديال، اعتقد انه لا تحولوا مركبات ثقافيه يحتضنوا الشباب. كاين طاقات في مكناس في جميع المجالات الابداعيه، جميع الاصناف الابداع كاينين. لا شيء انه ماشي حاجه كثيره انه الدوله تدخل وتوقف البيع ديال هذا الفضاء بعد سينما اطلس، وتشوف القضيه ديال سينما ابولو ومونديال مع الناس ديالها وتردهم دور الثقافه، نوليو تحت شعار يعني روامزين فيه 3 ديال دور الثقافه. فهذا نداء ديالي انا شخصيا، فنان عبد الحق بن المجاهد مكناسي، عشت طفولتي ومازال كنعيش في مكناس، تنهبط وكنشوف التطور الثقافي مدن اخرى تطورات ثقافيه، ولكن للاسف مكناس عندها هذا المشكل. ما عرفناش واش من المسؤولين ولا من شي جهه معينه اللي خلاتها يعني كيتمحل داك الشأن الثقافي فيها. فشكرا لكل من يحاول جاهدا ان ينقذ ما يمكن انقاذه تحت شعار ما تقيش مدينتي.